بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس التاسع من مادة الدراسات الإسلامية للصف الرابع الابتدائي بعنوان من آداب الاستئذان قسم الحديث والسيرة. ذهب خالد لزيارة صديقه محمد، وعندما وصل إلى بيت صديقه أكثر من طرق الباب ودق الجرس، يعني زاد عن الحد. خرج أبو محمد مسرعا وفتح الباب، ثم سلم على خالد وقال له: ما هكذا الاستئذان يا بني؟ خالد رد السلام ثم قال: آسف يا عم. أبو محمد: ألم تسمع أو تقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستئذان؟ خالد: لا. أبو محمد: تفضل بالدخول وسأخبرك به. دخل خالد ومقابله صديقه محمد وسلم عليه. أبو محمد قال الحديث، هو بقى نسمع الحديث عن أبي موسى الأشعري. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، يعني تستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لك قالوا لك تفضل تفضل، وإلا ارجع، لا تكثر أكثر من ثلاث إلا إذا ظننت أنهم لم يسمعوا. خالد: أحب أن أتعرف معاني الحديث، فهل تتكرم بذلك يا عم؟ محمد: نعم يا أبي. ما معنى الاستئذان ثلاثا؟ الأب: الاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، طلب الإذن بالدخول. وكيف يكون ثلاثا؟ الأب: يعني أن تطلب الإذن إما بالكلام أو بالطرق على الباب أو دق الجرس ثلاث مرات. يبقى كلام، أقول مثلا بنادي على حد في داخل البيت: يا محمد، وانتظر قليلا حتى يكون محمد قد لبس، قد خرج من دورة المياه، كان يأكل يغسل يديه. يا محمد يا محمد، أو بالطرق أو بدق الجرس، تعطيله إيه جرس ثلاث مرات، بس يكون بينها فاصل، ليس كما فعلت عندما وضعت إصبعك على الجرس طويلا. محمد: هل هذه الثلاث متتابعة؟ طبعا لا، الأفضل أن يكون بينها فاصل مناسب حتى يستعد من في البيت أو يرتب المكان، حتى لا تطلع على أشياء لا يجب أن تراها. خالد: فإذا استأذنت ثلاثا ولم يرد علي أحد، الأب: ترجع وتعود من حيث أتيت، لأنه قد يكون صاحب البيت مشغولا أو مريضا. أو نائما يحتاج إلى الراحة، مشغول مريض نائم عنده مشكلة، تمام، ما ينفع يقبلك خلاص. ولكن قد يكون أيضا لم يسمع الاستئذان، الأب: إذا ظننت أنه لم يسمع فلا بأس أن تزيد في الاستئذان حتى تظن، يعني تتأكد أنه سمع. ولكن ونحن نستأذن أين نقف يا أبنائي؟ نقف يمين أو يسار الباب. خالد بيقول: أمام الباب. قال: لا، هذا غير صحيح محمد، فأين إذن؟ الأب: عن يمين الباب أو عن يساره، حتى لا ننظر إلى داخل المنزل قبل أن يؤذن لنا فنطلع على من في الداخل، فهذا لا يجوز. خالد ومحمد: جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ووفقك في الدنيا والآخرة. راوي الحديث اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله عنه. عبد الله ابن قيس الأشعري صفاته: كان محبا للقرآن، حسن الصوت به، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، وعرف بالعلم، فقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرا، يعني حاكما لها،
ومعلما، أميرا ومعلما. الفائدة من الاستئذان حتى لا نطلع، أو حتى لا نطلع على عورات من بالبيت. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وبرضو وحتى يرتب أهل البيت المكان. يعني ما تدخل المكان غير مرتب، فتأخذ صورة سيئة عن أهل البيت، أو تطلع على عوراتهم، واحدة كشف شعرها، واحدة اذهبين كده. حتى لا نطلع عورات من بالبيت، وحتى يرتب أهل البيت الإيه؟ المكان. هذا هو الفائدة. وإن كان الوقت مناسب تدخل، إن كان غير مناسب خلاص لا تدخل. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. من فوائد الحديث حرص الإسلام على مراعاة حقوق الناس والمحافظة عليها، وجوب الاستئذان قبل الدخول على الآخرين، أن يرجع المستأذن بعد الاستئذان ثلاثا إذا لم يؤذن له. أستأذن ثلاثا، أقف بجوار الباب عن اليمين أو اليسار، أنصرف إذا لم يؤذن لي بالدخول ودون أن أحسن. طبعا أبين بما يكون الاستئذان، يكون بالكلام أو الترك أو دق الجرس 3 مرات. بيكون بالكلام أو الترك أو دق الجرس 3 مرات. طبعا قلنا إن هذه ال3 مرات تكون إيه؟ متباعدة، يعني حتى نعطي فرصة لصاحب البيت أو أصحاب البيت أن يرتبوا أنفسهم. اختار بعلامة صح. يجوز أن أزيد في الاستئذان على 3 مرات إذا ظننت أنه لم يسمع، إذا ظننت أنه لم يسمع، أو كنت أرغب في مقابلة الشخص وكنت أعلم أنه دخل. لا، إذا ظننت أنه لم يسمع، ترغب ما ترغبش، تعرف أنه هو داخل البيت مش داخل، ليس لك دخل، لكن ظننت أنه لم يسمع ممكن تزود، غير كده لا. عند الاستئذان أقف أمام الباب عن يمين الباب أو يساره، طبعا عن يمين الباب أو يساره، في مكان يمكن أن أرى فيه داخل البيت هذا لا يجوز. هكذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.